هذه الوقفة هذه استجابة للدعوة للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعت إلى هذه إلى إضراب لمدة يومين 1 و 2 دجنبر، ودعت إلى وقفات احتجاجية أمام المديريات وأمام الأكاديميات تزامنا مع المجالس الإدارية ديالها. هذا الإضراب باش نقولوا فيه بأن أو هذه الوقفة باش نحتجوا على الحكومة وعلى الوزارة على القرارات التعسفية اللي كتصدر منها باتخاذ القرارات بشكل انفرادي بدون إشراك الشركاء الاجتماعيين ألا هما النقابات. إذن حنا كنقولوا كفى من هذا التعسف، كفى من هذا الظلم وهذا السيطرة هذه اللي كتقوم بها الوزارة والتحدي اللي كتتحدى بها الشغيلة التعليمية والقرارات الجائرة اللي كتنزل عليهم. وآخر قرار هو خصم نقاط أيام الإضراب لكل أستاذ مقبل على الترقية أو مقبل على الامتحان، يعني أصبحت العقوبة عقوبتين بالنسبة للإضراب. الإضراب حق دستوري، هذا حق يعني قانوني يحق لنا، يحق يعني الدستور كيقول لنا بأن الإضراب حق مشروع، بينما الوزارة ترى أن الإضراب هو يوم غياب غير مبرر وهذا منافي للقانون. تعليمي وطني خطير. احنا الان في واحد الاطار واحد الوقفه احتجاجيه على واحد العدد ديال المكاسب والمطالب اللي ما تحققت لناش، والمكاسب اللي كتنسحب تسحب منا شويه بشويه. مثلا احنا مثلا نطالبوا باتفاقيه 11، تفعيل اتفاقيه 11 افريل اللي من 2011 ونحن نطالب بتفعيل مقتضياتها، كنندوا بهذا التهميش وهذه الهشاشه اللي ولات فيها المدرسه الابتدائيه ولا من يجيب.